معالي الوزير، عايزين نبدأ من تنظيم الأسرة. من أول حسنين ومحمدين الحقيقة كان في برامج كتيرة اتعملت لتنظيم الأسرة، ما جابتش نتيجة. حتى لما الكيرف كان بينزل شوية كان بيطلع تاني وبيطلع بسرعة، وتنظيم الأسرة بقى خطر حقيقي على التنمية. في كل لقاء تقريبا الرئيس بيتكلم في ده. الوزارة عملت أطلقت مشروع 2 كفاية. إيه الجديد في المشروع ده، وهل ممكن يبقى ليه آثار إيجابية؟ يعني يمكن انا بتفق مع حضرتك ان تعددت البرامج والمحاولات على مدار الزمن، من اول حسنين ومحمدين ومن اول الثمانينيات ومرورا حتى اخر القرن وبدءا من هذا من القرن 21. لكن يمكن في فتره من الفترات كان برامج تنظيم الاسره جابت نتيجه، لكن من برامج التنميه بشكل عام اي لحظه هتسيبها هي قابلة للسقوط تاني. بعد كده الدولة أول ما عدد الأطفال ونسبة الخصوبة قلت، الدولة هنت، أو عايزة أقول إن هي حصلت قفزة تاني، حصلت ردة تاني. اللي بيميز الخطة القومية لتنمية الأسرة اليوم، أولا إنها خطة بتشترك فيها أكتر من جهة، تشترك فيها الصحة والسكان عشان توضب خدمات، وعشان تجهز الوحدات الصحية والمستشفيات تنظيم وعيادات تنظيم الأسرة، بتشترك فيها وزارة التضامن بالتوعية وبالجمعيات الأهلية اللي بتشتغل مكمل للفجوات أو القرى اللي فيها كثافة سكانية وما فيهاش خدمة كفاية. بتشترط مع برامج الدعم النقدي أنه يكون مشروط باتنين فقط لدعم الأسرة. بتشترك فيها المجلس القومي للمرأة بكل ما له من كيانات ومن مجموعات على مستوى الجمهورية، بيشترك فيها وزارة التخطيط عشان تحط خطة بمتابعة مؤشرات دورية، المركز الصحي الديموغرافي أو والمراقبة البيانات الديموغرافية، بيشترك فيها المجلس القومي للسكان. أنا يعني بتأكد يوما عن يوم إن أي جهة مسؤولة عن برنامج وحدها فقط لن تنجح على المدى الطويل أو لن تستدام نتائجها الناجحة. لازم كلنا نعمل مع بعض. إيه المزايا اللي هيلتزم ب2 كفاية، وإيه المزايا اللي هيتحرم منها اللي هيخالف؟ أنا هتكلم عننا إحنا كتضامن، في التضامن، لأن سواء التضامن أو التمويل، وأنا بتكلم على مسألة ملف الدعم، إن ملف الدعم أصبح مرتبط باتنين فقط، سواء في الدعم النقدي تكافل وكرامة أو في بطاقات التموين والخبز، فهو الاثنين فقط. في كلام على مزايا نقدية يمكن أن تولى للأسر اللي بتحتفظ ب2 كفاية، لكن ده شرط يجب أن تستوفيه عدد معين من السنوات. الوزارة